قبل ما نروح للأستاذة مها أبو بكر، معنا تقرير صورته كاميرا يحكي أن مع الدكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، عشان نعرف منها الحتة دي. بس ركزوا معايا الجزئية دي، لما بيحصل مشاكل ما بيني أنا لو جوزي مات وما بين أهل الأب اللي هو الجد أو العم، الوصاية لما بيحصل ده بيحصل مشاكل، مين اللي بيتضرر؟ أنا طبعا كأم يعني كزوجة جوزها مات متضررة، بس طبعا لما ببعرفش بقى أدي ولادي من فلوس أبوهم اللي متحاشة بالوصاية بيحصل مشاكل، الولاد بيتأذوا وأنا بتأذى. معانا دلوقتي الأستاذة شيرين ليه؟ عشان أعرف إزاي يعني ولادي ما يتأثروش حالتهم النفسية بالمشاكل اللي ما بيني وما بين أهل الأب. إيه رأيكم نطلع نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني في الاستوديو؟ يلا بينا. أنا جالي بالفعل حالات بهذا النموذج، والأم دي بتبقى بتعاني من بعض الاضطرابات، منها في البداية صدمة ما بعد الوفاة في فقدانها لجوزها أصلا، بتبقى دي صدمة ليها لوحدها، بتبقى نتاجها عزلة، بيبقى نتاجها ممكن نوع من العصبية الشديد أو التوقف حتى عن الكلام أو عن خدمة أبنائها، اكتئاب طبعا لا شك فيه، اضطراب شخصية الحدية. دي النماذج اللي ممكن الاضطرابات النفسية اللي تكون عليها مثل هذه الأم التي فقدت زوجها ولديها أطفال صغار. بنبدأ معاها بتقنيات تفريغ الصدمات، العلاج بخط الزمن، تفتيت الطاقة السلبية اللي في الجسم بموجب بعض التمرينات، وتوقيف الأفكار السلبية، لأن هي بتكون شايفة كل اللي جاي باختصار يعني مع تحفظي سواد، هي شايفة اللي جاي كله مش حلو. فبنبدأ نشعل داخلها الروح الإيجابية مرة أخرى بالعديد من التقنيات اللي تحت مجال العلاج المعرفي السلوكي، وده اللي أنا بشتغل عليه في زرع الأفكار الإيجابية ومسح جميع الصدمات اللي موجودة في عقلها الباطن، بتغيير نمط حياتها حتى، وكمان نمط تعاملها مع أولادها، لأنها بتبقى بين صراعين، بين عندها جلد ذات بين إن هي مش قادرة تقوى على خدمة أولادها كما يجب، لأن هي أصلاً يعني جريحة من الداخل فلا تقوى على ده، أو خصوصاً لو كان عندها اكتئاب. فتقنيات العلاج السلوكي بتكون هامة جداً في هذه المرحلة للأم. لو لقيت إن الحالة صعبة ومحتاجة لدعم دوائي بنوجهها برضو للطبيب الدوائي، وبنشتغل بالعلاجين مع بعض، علاج الأفكار والسيطرة على الانفعالات اللي هو العلاج السلوكي، والعلاج الدوائي عشان نسيطر على كمية الجسم. رسالة لكل الأمهات، قدر الإمكان حاولي تجنبي أولادك إنهم يسمعوا إن في صراع بينك وبين أقاربهم قدر الإمكان. ليه بقى؟ لأن أنت الطفل اللي هيشوف الصراع ده بين العم والجد والأم أو العمة والأم بعد كده عمره ما هيحبها، فاحنا كده بنخليهم يقطعوا صلة رحمهم بيها، وربما المشكلات اللي انت طرحتيها معاهم هتبقى اتحلت، يعني هيدعموها لو كان في خلافات على الوصاية المادية هتتحل، لكن الطفل ده عمره ما هينسى الصراعات اللي قعد سمعها منك عليهم، وهيفضل طول عمره قاطع لصلة رحمه بيهم. الدعم المعنوي مهم جدا من أقرب الناس للأب المتوفي للأطفال، وشعور كمان السيدة دي اللي بتجاهد عشان تقوم بالدورين، دور الأب ودور الأم، دعمها كمان معنويا وماديا، طبعا ماديا ده مفروغ منه. يعني أنا بأكد على قيمة قديمة كنت بشوفها في أجدادنا، إني لما بيحصل إن سيدة متوفية ساعات أنا شفت حالات مش عارفين والدهم حاطط الفلوس فين، مش عارفين يصرفوا ياكلوا ويشربوا، يعني عندهم ميراث بس بالظبط سوري سيدة جوزها توفى، الفلوس بتاعة الأب لغاية ما بيطلع إعلام الوراثة بتاخد وقت، فالأم مش لاقية تصرف وتاكل وتشرب منين. ففي الحالة دي لازم العيلة تتجمع ويعملوا زي مبلغ كل واحد يدفعه لغاية ما الناس دول يقفوا على رجليهم وياخدوا إعلام الوراثة بتاعهم.